حياكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، وننتقل إلى ما نوهنا إليه، حيث حصدت بوابة حكومة قطر الإلكترونية حكومي جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية من دولة الكويت الشقيقة. بالفعل، وللمزيد حول الجائزة وأهميتها معنا في الاستوديو السيد طارق العمادي، مدير إدارة بوابة حكومة قطر الإلكترونية حكومي. وعبد الرحمن، مرحبا بكم. السلام. مرحبا، يا هلا فيكم. أحب أن أشكر قناة الريان على إتاحة الفرصة للتحدث عن مشاريع وزارة المواصلات والاتصالات. الله يحييك يا أبو عبد الرحمن، وهذا واجبنا، وإحنا أيضا سعداء الحقيقة بتواجدك معنا في هذه الحلقة، ونقول لكم ألف مبروك وتستاهلون بلا شك. بتضافر الجهود أتت هذه الجائزة. لو نتكلم عن هذه الجائزة وأيضا طريقة استحقاقها. في البداية، الجائزة إحنا اشتغلنا عليها من فترة، وطبعا الجائزة هذه كانت مو مجهود فردي لكن مجهود كبير من المؤسسات الحكومية. صحيح. ومن موظفين البوابة. احنا في البداية اشتغلنا عليها، وطبعا للحصول على الجائزة هذه احنا اشتغلنا مع اكثر من 100 مؤسسة حكومية ومؤسسة خاصة، وغذلنا البوابة بالمعلومات عن قطر، مثل الصحة، التعليم، الرياضة، ذوي الاحتياجات الخاصة. جمعنا كل المعلومات هذه من المؤسسات الحكومية والخاصة، فغذلنا البوابة بالمعلومات. بعد ذلك اخذنا اراء المستخدمين، شوف شنو اللي محتاجين بالضبط في البوابة عشان تطورها حتى نحصل على الجائزة هذه. احنا شفنا اول شيء قوانين الجائزة، وبعدين اشتغلنا عليها حتى نحصل عليها. نعم، انا اتوقع ابو عبد الرحمن ان الجائزة وما هو شرط الحصول عليها بقدر ما هو الواجب من تقديم الخدمات. نعم. للمؤسسات والوزارات والهيئات، وهذه احد اهدافكم ايضا من خلال البوابة الحكومية. نعم، هي الاساس كان هو احنا البوابة مين استخدمها في البداية؟ هو الجمهور، حنقول لهم صحيح، المواطنين والمقيمين. فمهم جدا ارضاء الجماهير مثل ما يقولون، وهذا شيء صعب جدا تحقيقه، مش سهل. فاحنا اشتغلنا لمده سنتين، اول سنتين فقط، كيف ممكن نرضي الجمهور، شو احتياجاتهم بالضبط، شو محتاجينها. احنا شفنا في البدايه الناس او شيء ثقه الوزارات والمؤسسات الحكوميه كانت ضعيفه بالنسبه للبوابه الحكوميه، شوف الناس مش راضين على البوابه الحكوميه. فاشتغلنا سنتين كاملين فقط على الموضوع هاي، قمنا بزيارة أكثر من 100 وزارة ومؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة، جلسنا معهم شخص لشخص وسألناهم عن احتياجاتهم في البوابة، كيف ممكن تطورها. قمنا عملنا ورش كثيرة مع مثلا مع جامعة قطر، عملنا ورشة جامعة قطر، عملنا ورشة بمؤسسة قطر. جميل. قطر فونديشن حضر في أكثر من 200 دكتور وعميد جامعة، أخذنا آراءهم في الموضوع هاي. بدأنا نتصل في الناس، اتصل في اكثر من 500 شخص عشوائي، سالناهم عن البوابه وش رايكم فيها. من الصعب جدا كثير احيانا، اخذتك بصراحه، كثير من الجاد تسمع يقول لك والله رضا العميل 80% 70% 90%، هذه الارقام انا اقول لك صراحه غير صحيحه. من الصعب جدا. ليش ابو عبد الرحمن غير صحيحه؟ إيه، لان من الصعب جدا تقول والله، لان عاده لما نعمل احصائيه اخذ شريحه بسيطه، والشريحه تكون نسبه 0.5% او 1% من الجمهور. مثال، أنا أعطيك مثال على حكومي. أنا عندي أكثر من 200 ألف مستخدم شهريا يدخلون على حكومي. عندي 250 ألف شخص مسجل لحكومي. لما عملت استفتاء أخذت 500 شخص، 50 شخص من 200 ألف كم طلع؟ لا شيء، تقريبا لا شيء. يطلع يعني 0.3. فهل هذا بيقول لي بعد؟ هل هذا بيقول لي والله الناس راضين ولا لا؟ لا طبعا. بس انا اسمح لي على المقاطعه ابو عبد الرحمن، ابغى استفسر على مساله مثل هذه الاحصائيات، انتم في حكومي كيف تحسبونها؟ يعني انا اللي اعرفه في جامعه قطر ان عندهم سسري عباره عن مركز بحثي يقوم بالتعاون مع مؤسسات مختلفه في الدوله، بانه يقول لهم اذا محتاجين اي نوع من الاحصائيات تعالوا عندنا ونحن نساعدكم فيها. مثل هذه الاحصائيات كيف تحصونها؟ زائد النقطه الثانيه، حتى يعني اختيار العينة اللي على أساسها يقر منهج البحث مسألة صعبة، فكيف يتم اختيار هذه الأمور؟ فلذلك احنا اشتغلنا في عدة جهات، مش فقط والله أنا بعت استبيان بالإيميل بالبريد الإلكتروني، أو أني أحط في الجريدة استبيان، أو أني أحط في الموقع، لا، بدينا احنا وش استبيان بالموقع، اشتراك مثلا في الخدمات الحكومية، ثم بعتنا أرسلنا بريد إلكتروني استبيان. بعد ذلك طورنا بأن قمنا بزيارة المؤسسات، وطبعا عمليه صعبه انك تزور 100 مؤسسه يوميا، كل يوم تروح المؤسسه تزورها مره ومرتين، اكيد ناخذ ارائهم.
بعد ذلك عملنا بورشة العمل اللي قلنا عنها ورشة جامعة قطر وعملنا ورشة للمستثمرين. هذه مختصة بالطبع. فريق بوابة حكومي. جميل. أبو عبد الرحمن، مسألة النسخة الثالثة اللي وصلنا لها اليوم تختلف عن النسخة الأولى بالطبع اللي انطلقت في 2008. نعم. السؤال الآن شو الاختلاف اللي حصل؟ يعني دائما الناس يسألون طيب في نسخة أولى وثانية وثالثة، يهمني أعرف الفرق بين النسخة الأولى والثالثة وش المتوقع اللي بيجيني بكرة. الفرق كبير شاسع جدا ما بين النسخة الأولى والثانية والثالثة، لأن أنت عارف التكنولوجيا تتقدم بسرعة جدا. صحيح. فرح نواكبها، فإحنا أول شيء ركزنا عليها الاستخدام، إن تكون صفحة الواحد اللي يدخل على الحكومي ممكن يستقبلها بسرعة. هذا هو الموقع؟ هذا هو الموقع اللي على الشاشة الآن. نعم. إيه نعم. هو عبر الهاتف؟ نعم. أبو عبد الرحمن هو عبر الهاتف؟ يعني موجود على عبر الهاتف. نعم. وموجود على الموقع الإلكتروني. جميل. عشان؟ طب. فأول شيء إحنا نتأكد إن الموقع ممكن يفتح لشخص بسرعة ما ينتظر، واحد. اثنين، البوابة فيه معلومات كثير، فيه أكثر من 10,000 صفحة. مثل ما قلنا عن الدولة قطر في جميع المجالات، فكيف احنا ممكن نصنف البوابة هذه؟ فأخذنا 6 شهور تقريبا فقط لتصنيف المعلومات وفلترتها وعرضها بطريقة تكون مريحة وسهلة للمستخدم. بعد ذلك كان عندي أكثر من 1300 خدمة حكومية وشبه حكومية وخاصة. طب كيف أنا ممكن أسهل على المستخدم يحصل على المعلومة هذه؟ طبعا احنا عملنا دراسه كامله مثل قلت لك باستفتاء الناس وراء الناس. نعم. فصنفنا البوابه بالكامل تكون جدا مريحه للمستخدم وسهله، واستخدمنا التقنيه القديمه اللي يستخدمونها في المواقع الالكترونيه يسمونها بالانجليزي على قولة الانجليزي 3 كليكس، اللي هو 3 خطوات، مفروض الشخص خلال 3 خطوات يحصل على المعلومه. اذا جلس 4-5-6 خطوات معناته الموقع عندي يكون مش مثل المطلوب. هاي حلو. أنا يعني يمكن الآن جاء في بالي أو يراودني ذهن على بعض المواقع لبعض الوزارات والمؤسسات، هل تم التنسيق معهم بالنسبة لمواقعهم الخاصة فيهم؟ مثل مطراش 2 مثلا وزارة الداخلية، هذا موجود الحالة الآن، أنا لاحظت من ضمن الابليكيشن الموجود لحكومي. خلينا نتكلم بصراحة شوية. نعم. في عندي المشكلة إحنا اللي هي التنسيق ما بين الوزارات بصراحة. الآن أنت عندك، خلي نقول عندك 17 وزارة، خليك من الهيئات الحكومية، خلينا نمسك فقط الوزارات. عشان تدخل على وزارة الداخلية عندك اليوزرنيم باسورد على الموقع وعلى مطراش واحد ثاني، البلدية نفس العملية، الاقتصاد كذا، فكل وزارة عندها يوزرنيم باسورد. كم يوزرنيم باسورد راح تحفظ أنت؟ طيب ليش ما يتم؟ هذه واحدة إشكالية. إشكالية اثنين، الإشكالية الثانية اللي هي مثلا الخدمات تقدم، كل واحد يقدم خدمته الإلكترونية بمزاجه بشكله هو اللي يبي هو. الآن أنا أتوقع أنه مش بمزاجه، أتوقع أنه بناء على القوانين والأنظمة الموجودة عند أبو عبد الرحمن على حسب الخبراء اللي عنده. مثل تقول أنا أدري يمكن بعض الوزارات حيزعلون من الكلام هاي، ولكن إحنا ما عندنا يمكن ما عندنا آلية نقاش مثل هالأمور وطرح الأفكار والحلول. ما أتوقع أن أحد راح يزعل من أبو عبد الرحمن، ولكن أتوقع أنك مثل ما ذكرت لابد من توحيد. صح. مدخل حكومي وكذلك الباسورد يكون واحد للمستخدم. إيه، فذلك في عندنا استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 أهدافها أن جميع الخدمات الإلكترونية جميع الأوراق الخدمات الورقية تحول إلى إلكترونية وكذلك تكون متكاملة. بمعنى مش أنا أقدم خدمة هنا أخذ أوراق وراح أقدم مرة ثانية هناك، لازم أوتوماتيك الخدمة تروح. قدمت في نعم في موقع واحد. فإحنا الحين في 2017 بقلي سنتين لازم نحقق الهدف هاي. في 2000 إحنا عندنا نحط خطة إن شاء الله السنة القادمة على يناير بنبدأ نتعاون مع جميع الوزارات على تحويل جميع خدماتهم الورقية إلى إلكترونية وتكون كلها موحدة. وطبعا ابي اشكر جميع الوزارات والهيئات الحكوميه، يعني هم صراحه اشتغلوا معنا شغل كبير جبار جدا مع البوابه، وهم اساس البوابه، ان هم قاعد يغذوننا بالمعلومات، من غيرهم ما كنا حصلنا على الجائزه هذه. استهلون. فاحنا عندنا كوزاره المواصلات عندنا خطه كامله مع الوزارات، ووزاره المساعده ما قصروا معنا ما شاء الله. وهذا اللي اتوقع وان شاء الله اني متاكد ان جميع المواطنين يتوقعونه منكم. فاحنا ما نرضى الا بالافضل دائما. وعبد الرحمن، سؤال يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصه، دائما يسال عن مثل هذه الخدمات هل يراعى فيها انه والله ذوي احتياجات خاصه سواء كان عنده مشكله في النظر ولا عنده مشاكل ثانيه، هل يراعى انه يقدر يدخل للمواقع هذه بطريقه سلسه؟
نعم يراعى الشيء هذا، وايضا اقول لك مؤسسات حكوميه عندهم اهتمام كبير في الموضوع هاي بالنسبه للمواقع الالكترونيه بالتعاون مع مدى. طبعا احنا اخذنا شهاده في اي سي تي، مدى اللي في وزاره المواصلات. نعم ايضا عندكم نفسهم. نعم تحت مظله الوزاره. جميل. وهم المتخصصين في مراجعه المواقع الالكترونيه ويعطيك على شهاده اذا كانت موافقه مع الاحتياجات الخاصه ولا لا. جميل. واحنا طبعا حصلنا عليها، وزاره الداخليه حصلوا عليها، كثير مؤسسات حصلوا عليها. تستاهل والله، يعطيكم العافيه. الحقيقه يمكن احنا خذانا الحوار ايضا في بوابه حكومي، ورحنا عن الانجاز الحقيقي اللي حققتوه، نقول بيض الله وجيهكم، الله يعطيكم العافيه، فعلا جائزه تستحقونها على كل هذه الجهود اللي قدمتوها. كان المشوار صعب ابو عبد الرحمن للحصول على الجائزه؟ كان مشوار شويه صعب صراحة، لأن عندما تتكلم على البوابات الحكومية، على تتكلم على التكنولوجيا، تتكلم على التعامل مع 100 مؤسسة حكومية ووزارة، تتكلم عن المواطنين جميع قطر وشرائحهم من نساء، رجال، أجانب، كبار، أطفال، فعشان ترضيهم صعب شوية. راح ترضي فئة، الفئة الثانية راح تزعل. ترضي الفئة هذه، الفئة هذه ممكن تزعل. صحيح. وأنا أقول الحقيقة أن حصول الجائزة هذه اللي حصلوا عليها أخواننا في بوابة حكومي جاء بتضافر الجهود، وبلا شك ما حصلوا على هذه الجائزة إلا أنهم فعلا قدروا أنهم يرضون أيضا الجمهور اللي يستخدم هذا التطبيق، فلذلك وصلت إلى أعلى المستويات، ومن هنا كانت الجائزة. نقول بيض الله وجيهكم والله يعطيكم العافية. الأستاذ طارق العمادي مدير إدارة بوابة حكومة قطر الإلكترونية حكومي، يعطيكم العافية وألف شكر، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله. الله يعافيكم، شكرا لكم. شكرا. الله يحفظك، مشكور وما قصرت.